أكو قدرات، لكن هذه القدرات ممكن أن نحسبها بقدرات قادرة على المشاغلة والتعرض، يعني قدرة هجومية. ولكن هل نمتلك قدرة حماية القطعات المنفتحة؟ الجواب لا. وضمن هذا يعد بالتعبئة العسكرية هو إدخال القطعات في منطقة قتل، ومنطقة القتل دخول القطعات في منطقة قتل تدلل على غياب الحكمة في إدارة المعركة ميدانياً. فمن غير الممكن أن أدفع القطعات إلى أن تتصرف بتصرف انفعالي، ثم بعد ذلك نتلقى ضربات من الجو في معركة جوية تغيب بيها نهائيا وسائل الردع استراتيجي، ونضع أبنائنا في منطقة قتل. ليش أنا استعاريت حادثة تدمر؟ كانت القطعات متخندقة تحت الأرض 3 متر، ويتصورون أنهم غير منظورين، لكنه باستطلاع واحد من طائرة TR-1 استطاعت أن تستطلع شبكة الأنفاق مال تدمر اللي تمتد من تدمر إلى دمشق 250 كيلو، ومن تدمر إلى مدينة السخنة 150 كيلو، استطلعتها وكشفت الشبكة بشكل دقيق، لأنه قدرة يطير 27 كيلو ارتفاع، عندها قدرة سبر غور الأرض لسبعة متر، فما التخندق لمسافة 3 أمتار فهو منظور ومحدد. زيان. لذلك عندما جرت الضربات انطينا خسائر كبيرة جدا في تشكيلات، قسم منها ليس جنسية عراقية، لكن من حيث الجنسية العراقية كان عندنا خسائر كبيرة جدا وموجعة، وما نريد نذكر جنسيات أخرى مؤلم. أكبر خسارة فاطميون أفغان، زينبيون، فإحنا بال... نعم ونجبة، فإحنا بالحقيقة انطينا خسائر على المستوى فصائلنا العابرة للحدود، واللي بالحقيقة كانت وجهة نظر للمرجعية. المرجعية ما أعطت إذن في القتال العابر للحدود حتى مع دخول داعش، قالت قيد الحدود ملزم والدفاع عن العراق من قبل العراقيين. فحتى مظلة الفتوى ما كانت مظلة شيعية، كانت مظلة وطنية، والدليل قاتل تحت المظلة. حتى المسيحيين والصابئة والشبك والمندائيين، واجتمعت الكل في وحدة موقف. وإحنا حتى لقينا امرأة كهلة مسيحية قالت أنا راح أقاتل، شو أسوي ما بيدي شيء، راح أسوي كليشة للمقاتلين ودزت لهم إياه. فإحنا بالحقيقة قاتلنا تحت مظلة البعد الوطني، حتى هذا رأي المرجعية. نعود إلى مسألة الميدان. نعم. إحنا من غير الممكن أن نضع أبنائنا تحت نيران قاسية. هذه الضربات منذ انطلاق العمليات في غزة غاب ما يطلق عليه بالرولز أوف إنجيجمنت، قواعد الاشتباك. زين. وبدأوا يستخدمون حروب الذكاء الاصطناعي. في الذكاء الاصطناعي الآلة تقاتل، الآلة تقدر الموقف وتقاتل. وشوف على سبيل المثال الشهيد السنوار. السنوار كان مغطي وجهه وما أصدر أي صوت مع اشتباكه مع الدرون. ليش؟ لأن هذا الدرون في نظام اللافندر هو يحدد أهدافه، عنده 37,000 هدف بما فيها السنوار الله يرحمه، على الصوت، على البصمة الصوتية وبصمة الوجه.